السلام عليكم. دلوقتي عاوزين نكمل على نفس الاكزامبل اللي احنا كنا بادئين بيه. دلوقتي بقى في عندنا الالاينمنت اللي هو من بغداد لغاية الحسنة. خلاص الالاينمنت ده اترسم في البلان واترسم البروفايل بتاعه، وحددنا خلاص اماكن البامب ستيشن. في عندنا البامب ستيشن من اول هنا لغاية الستيشن ديت حوالي 20 كيلو وشوية، وحطينا ريجليتنج تانك، وبعد كده من ريجليتنج تانك لغاية تانك الاخرين تي 2 حاطين عاملين الجزء دوت باي جرافيتي. طيب عاوزين دلوقتي نعمل ووتر هامر اناليسيس للخط دوت، ونشوف نعمل ديزاين بريمري ديزاين للبروتكشن اللي هتحط عند البومب ستيشن شكله عامل ازاي. طبعا الكلام ده هيبقى حاجه يعني بريمري، ان الووتر هامر اناليسيس ان جنرال لازم تتعمل يكون في عندك اكتوال بروفايل لمواسير موجود، مش نشتغل على المنسيب بتاعت الارض بس. يعني خلينا نعمل حاجه كده بريمري عشان نشوف اذا كان في عندنا مشاكل في الووتر هامر ولا لا، ونجيب انيشال سايز بس للاير فيسل او البروتكشن ديفايسز اللي على الخط. طيب فاول حاجه هحتاج ان انا اعملها ان انا هاجي على البروفايل وعاوز اختصره شويه، ان انا لو دخلت البروفايل بتاع الماسوره كانه بالظبط هو نفس شكل الارض هيبقى الموضوع معقد جدا، وهيبقى فيه عندنا بوينتس كتير قوي في الموديل وهيتقل الموديل جامد على الفاضي يعني. طيب فانا هفترض مع بعض ان انا هرسم بولي لاين كده مثلا، ان انا هفترض ان هي دي مناسيب الماسوره. هبتدي من الكاتش بوينت من البدايه خالص اللي هي من ستيشن زيرو على البروفايل، وابتدي احاول ان اختصر البروفايل ده، بس احافظ طبعا على الكريتيكال بوينتس اللي فيه اللي هي الهاي بوينتس واللو بوينتس، تمام، ان هي دي اللي بتاثر على البروتكشن بتاع الووتر هامر سايزنج بتاعه. فمثلا هاخد كده واخد النقطه دي كده واخد النقطه دي كده، بس طبعا انا كده حاسس ان لو عملت زوم اوت لقيت نفسي بعيد على النقط كلها بتاعت البروفايل، فممكن انا اعمل اندو واسحب الكلام ده كله سحبه واحده كده مثلا المنظر ده على النقطه دي على طول، على النقطه دي كده النقطه دي كده النقطه دي كده مثلا، واخد النقطه دي كده. نحاول مثلا ناخد الهاي بوينتس واللو بوينتس معانا في الاعتبار اهم. الحته دي مهمه اللي هي الطالعه جامد ديت، فممكن اخدها كده مثلا. طبعا كل نقطة بدوس عليها دي هتبقى جانكشن في الموديل، وممكن انا اختصر شوية الموضوع ان انا مسحب كل دول سحبة واحدة، بس ان انا في النقط دي مهمة. ممكن اخد دي كده واسحب دي كده سحبة واحدة، وبعدين اخد على اللو بوينت دي على طول كده. مفيش كريتيريا معينة اللي انا بعمله دوت، غير بس ان انت يعني تسمبليفاي الموديل شويه، في نفس الوقت تحاول تحافظ على شكل البروفايل ما يبصش، ما يبقاش شكله غريب، ما يبقاش مختلف عن البروفايل الاصلي. ممكن اخد كل دول معانا مره واحده كده. الجزء الاخير بقى اللي هو عند الريجليتنج تانك ده لازم يتعمل كويس صح، ان ده بيفرق جامد قوي في السايز بتاع البروتكشن. الهاي بوينتس ديت لازم تتعمل مظبوطه، هي القريبه من التانك، وماخد النقطه دي كده. بعدين ممكن انا اكمل بعد كده واخرج الفايل ده از وان موديل، وبعد كده ابقى اقسم بعد كده في كده. ممكن اخد ده كده على مره واحده كده مثلا، وبعدين اسحب دي كده واخد الهاي بوينت دي، وكده اخد ده كده الجزء الاخير برضو. اهم حاجه عندي يكون في نقطه في اول ستيشن وعند اخر ستيشن. يعني كده عندي خط بولي لاين واحد حطيت فيه كل الشكل بتاع البروفايل، وشكله كده يعني انا حاسس انه ديتيلد قوي. لو حبيت ان انا عاوز ابسط فيه اكتر سهل قوي، ادوس على اي فيرتكس واقول له هنا ريموف فيرتكس هيخليها كده ستريت لاين، او بعدين ممكن تاخد الفيرتكس تتحركها تخليها حطها هنا، مفيش اي مشكله. عاوز تبسط شويه في البروفايل، ممكن نشيل الفيرتكس ديت برضو، ممكن نشيل الفيرتكس دي برضو، يعني بسط شويه البروفايل عشان ميبقاش فيه جانكشنز كتير في الموديل. ريموف الفيرتكس دي كمان، او ممكن نخليها لو حبيت ان انا اعمل اد فيرتكس اقول له اد فيرتكس هنا احطها، مفيش فيه مشكلة. طيب انا كده عملت طبعا الخط اللي انا عامله للاسف هو منقط، يعني داش لاين، بس مش مشكلة مش هيفرق. ممكن اشيل الفيرتكس دي، ريموف الفيرتكس، ماشي اوكي كده كويس. طيب بعدين هعمل ايه؟ هاخد الخط دوت واعمل له اكسبلود
خليته كده مجموعة من الخطوط الصغيرة، وابتدي بقى دلوقتي احول الخط ده الى سيف 3D Entity عشان السيف 3D يقرا الليفلز بتاع الخط اللي هو الابيض اللي انا رسمته ده. اعمل الكلام ده ازاي؟ هقوله بروفايل create profile by layout، هيقول لك select a profile view اللي هو ال window اللي انت عاوز تعرف فيها line السيفل 3D يعرف المناسيب بتاعته، فهختار البروفايل فيو ده، هسمي البروفايل بغداد الحسنة بايبلاين. اهم حاجة اتأكد ان الستايل بتاعه ديزاين بروفايل مش حاجة تانية، واقول له اوكي. هيقولك دلوقتي بيفتح لك دراوينج تولز تبتدي تقدر ترسم بيها البروفايل. لو دوست على اول زرار ده يبتدي يرسم على طول تانجنت وذات كيرفز، على طول يحط بي في ايز عند الكسرات اللي انت عاوزها، او ممكن لو انا طالما اوريدي انا رسمته فمش عاوز اعيد المجهود تاني، فاقول له كونفرت اوتوكاد لاينز اند اس بي لاينز تو بروفايل، فاقوم جاي هنا ومختار بقى الاجزاء بتاعت الخط اللي انا كنت مفجرها قبل كده، جاي دايس عليهم اختارهم. طبعا هما لو كتير هيبقى الموضوع سخيف، عشان كده من الاول كان مش عاوزين ان احنا نعقد الامور، ونحط vertices كتير. طبعا ما تسيبش حاجة في النص عشان ميبقاش فيه جاب في البروفايل. الخطوط الزرقاء دي اللي في الاخر بتترسم ديت بتبقى Civil 3D Entities. بيقدر يعرف ال Elevation بتاعها بيز على ال Coordinates بتاعت ال Profile View اللي انا قايله عليها. بعد ما تخلص بدوس سبيس بار خلاص اتحول الخط الازرق ده الى سيف 3 دي انتيتي الى بروفايل ديزاين بروفايل اسمه بغداد الحسن بايب لاين، وعند كل كسره في البروفايل اليفيشن بيحط لك حاجه اسمها جريد بريك، ويقول لك السيشن بتاعها كام، والاليفيشن بتاعها 224.896 دوت، هو اري من الكوردينتس بتاعه البروفايل فيو اللي احنا راسمين عليه. طيب دلوقتي الخط دوت ده سمبليفيكيشن لخط الارض. طيب انا دلوقتي علشان اكسبورت الكلام ده واحطه في الهامر، انا مش عاوز منسوب الارض، انا عاوز منسوب الماسوره. طيب المنسوب الماسوره ايه ابطا من الارض بقد ايه؟ لو اتفقنا ان انا هشتغل على منسوب سنتر لاين الماسوره، يبقى والديامتر بتاع الماسوره دي متر، والكفر بتاعها متر ونص، فبالتالي هحتاج ان انا ابطا متر ونص من الارض، واوطى نص متر هو نص ديامتر الماسوره عشان يجيب السنتر لاين، احنا نقطه 2 متر. نعمل الكلام ده ازاي؟ في هنا حاجه اسمها في اللاي اوت تولز اسمها raise lower PVIs، ان انا اعلي او اوطي، واقول له elevation change انا عاوز انقص 2 متر كل الستيشنز، تمام، واقول له اوكي. هيقوم منزل كل البروفايل كله 2 متر. طبعا بان طبعا لما نزلت 2 متر ان 2 متر ده رقم مش significant بالنسبه للاطوال بتاعت البروفايل، ما فرقش كتير. طيب كده بقى عندي ده شكل الماسوره. طب دلوقتي ناقص ان انا عاوز اكسبورت الكلام ده بقى، اشوف اوديه ازاي على الهامر. في طريقتين بقى تو بيلد الموديل في البنتلي هامر. اول طريقه سهله دي اللي هنقولها دلوقتي. هنعمل موديل سمبليفايد موديل، تمام، في الهامر، ان انا هجيب البروفايل ده هدخله مظبوط، هدخل البروفايل مظبوط في الموديل، لكن اللوكيشن بتاع البوينتس دي في البلان مش هجيبه صح، يعني مش مهم. هفترض ان الخط ده هيبقى ستريت لاين، هفرده كده ومش هحطه في مكانه، بس اهم حاجه ان انا اجيب الاليفيشن ديفرنسز along البروفايل. طيب حاجه زي كده تبقى اوكي كويسه واسرع واسهل، بس مشكلتها ان انت طبعا لو حبيت تلوكيت اي حاجه في البلان في الموديل هيبقى مش موجود في مكانه. في لو حبيت اكسبورت من الموديل اي شيب فايل بعد كده في ايرفولفز مثلا حابسها ومخصوص حبيت تحطها، ففي الحاله دي مش هتعرف تحطها بالسهوله على البلان، لازم تعرف الستيشن كام وبعد كده تحطها على البروفايل، من البروفايل تركب تحطها تاني على البلان في السيفل 3 دي. طيب فدي الطريقه الاولانيه هنقولها، وبعدين الطريقه الثانيه هنقول ازاي هي مور كومبليكيتد، بس هنقول ازاي ان احنا ممكن ناخد الالاينمنت صح
ونحط بوينتس عند كل فيرتكس في الالاينمنت، ونحط بوينت عند كل تشينج في الاليفيشن في البروفايل اوتوماتيك، ونحط الكلام ده كله على البنتلي هامر ونعمل بيلدينج الموديل مظبوط. طيب فخلينا ناخد اول طريقه. اول طريقه سهله ان انا هقوم جاي هنا جايب اي الجنرال تول سبيس في تحت خالص اسمها ريبورت مانجر، ده موجود تحت في تول بوكسز. في ريبورت مانجر في ريبورت ممكن ان انا اطلعه، هقول له بروفايل اسمه بروفايل ان سي اس في. طيب انا قبل ما اطلع الريبورت دوت انا عاوز اطلع الكلام ده على الاكسل، وبعد كده هعمل امبورت من الاكسل على الهامر عن طريق الموديل بيلدر. طيب هقول له بروفايل ان سي اس في، اقول حاجه هظبط السيتنجز بتاعت الريبورت، واقول ان في البروفايلز الستيشنز لما تيجي تطلع عاوز الديسبلاي بتاعها بدل ما يبقى شباكين بلس شباكين يحط في علامه البلس، لا يحط اربع شبابيك بس من غير علامه البلس، عشان بس اقدر ان انا استعمله از نمبر في الاكسل. فدي اول حاجه هظبطها، خلي الديسبلاي اربع شبابيك نمبرز بس. وبعدين هبتدي اخش هنا اقول له بروفايل ان سي اس في، هعمل دبل كليك عليه، هقول له بيك فروم دروينج البروفايل انا عاوز اعمل له اكسبورت. دي حته بتاخد يهنك شويه فيها. وبعدين هقوم جاي دايس على البروفايل، طبعا واضح ان في حته هنا في البروفايل مرسومه زياده اللي هو الخط ده احنا كنا دايسين عليه مرتين مثلا ولا حاجه. طيب فعايزين نصلح الكلام ده، اعمل يعني باك. وبعدين هقول له هنا بروفايل ايه البروفايل، دوس على البروفايل نفسه على طول هيفتح الويندو ديت، وبعد كده اقول له جيومتري اديتور هيفتح لي الويندو دي تاني، واقول له بقى ديليت شويه حاجات. اقوم جاي ماخد الخط ده مثلا عاوز امسحه، اقول له هنا ديليت انتيتي اوكي، وبعدين هقوم دايس عليه كده انا مسحته. يمكن ده بسبب ان انا دوست على الحاجه مرتين، انا في واحد تاني برضو ديليت انتيتي، وهنا في واحد كمان delete entity، وهي كمان واحد. بس انا كده ظبطت مفيش اي مشاكل. بعدين بقى انا كده اختاره بقى دلوقتي، اقول له profile in csv اعمل دبل كليك عليه، واقول له pick from drawing، واجي اقوم اختار الالاين البروفايل انا عاوز اعمل له اكسبورت، وادوس سبيس بار واقول له اوكي هيفتح اوتوماتيكلي ريبورت في ال كل البوينتس. في عندك كام بي في اي بوينت عندك في البروفايل، هتلاقي ينزل تحت ليهم 42 نقطه، 42 فيرتكس، كل فيرتكس من دول مديلها الانفورميشن هي الستيشن والاليفيشن بتاعها، جريد ان جريد اوت دول منهمش او كيرف لينث منهمش مازمه. همسح الاثنين دول، مش لازم اعرف الفيرتيكال الاينمنت اسمه ايه لو ده حسن البايب لاين. انا ممكن اعمل ابتدي بيلد الموديل على طول من الاكسل شيت ده. ازاي بقى اعمل الكلام ده؟ اول حاجه اعملها ان انا عاوز اشيل البلانكس اللي هي المسافات الفاضيه، فممكن ان انا اجي واعمل داتا فلتر، قوم جاي مختار مثلا العمود ده كله واقول له داتا فلتر، واقول له انت هات كل النقط اوكي شيلهم كلهم، سوري شيل منهم البلانكس، هاتهم كلهم ما عدا البلانكس كده هاخد الصافي، سوري هاخد الكلام ده كده كوبي كنترول سي، واروح مثلا في نيو شيت مثلا واعمل بيست على طول كده بقى عندي الداتا صافي من غير اي بلانكس. ده النمبر، النمبر ده ممكن امسحه مش مشكلة، اهم حاجة العمود الاولاني ده اللي هو الستيشن بالمتر والاليفيشن بالمتر. طيب نعمل بيلد الموديل ازاي دلوقتي في الهامر؟ احنا محتاجين نعمل تو اكسل شيتس، واحد تو ورك شيت، واحد اسمه جانكشنز والتاني اسمه بايبس، سميه بايبس. هنفترض دلوقتي ان الجانكشنز اللي عندي عند كل ستيشن من دول احط جانكشن، فهعمل انسرت خانه واكتب هنا فيها ليبل بتاع الجانكشن، وهسمي جانكشن اولانيه سميها جي كابيتال 1، الجانكشن الثانيه جي كابيتال 2 زي ما تحب، بس اهم حاجه يبقى سيريال ما يبقاش فيه حاجه مكرره لغايه جي 42. طيب وبعدين بالنسبه للستيشنز اي جانكشن لازم تحطها، فلازم محتاج ان انت تعرف لها اكس وواي،
coordinates يعني عشان يعرف مكانها فين في الماضي. فهفترض ان كل الجانكشنز دي الواي بتاعها الواي coordinate بتاعها equal 0، معناه انا هفترض ان الخط بتاعي هيترسم هفرده كانه horizontal line، كل الجانكشنز دي ترسم على خط horizontal، والاكس بتاعها هو الستيشن اللي انا هطلعه من stable 3D. اوكي، يبقى في الحالة دي هترسم البروفايل جانكشن 1 هتترسم عند 0 0، جانكشن 2 هتترسم عند y ب0 بس عند الـ x هيبقى 515، جانكشن 3 هتترسم عند y ب0 بس x 769، فتترسم الجانكشنز جنب بعض بالايه بالعرض كده، وكل جانكشن ليها الاليفيشن بتاعها. بالنسبة بقى للبايبس، انا محتاج ان انا احط في السيف 3 دي لكل بايب ليبل، ومحتاج ان انا اتعرف لها الابستريم نود بتاعها ايه والداونستريم نود بتاع البايب دي ايه، وممكن اعرف مثلا اديشنال فيتشر اللي هو الدايمتر بتاع الخط. فبالنسبه للابستريم وداونستريم نودز دي اللي هي الجانكشن، مثلا هاخد الجانكشنز دي كده شيفت اند تحت اخدهم كلهم كوبي عشان يبقى نفس الاسم عشان بيبقى مكتوب بنفس السبيلنج، وبيست كده، وبعدين اخد من جي 2 لغايه الاخر كوبي كوبي، وبعدين اقوم عامل بيست، ويبقى البايب الاولانيه اللي اسمها بايب 1 الابستريم بتاعها من جي 1 الى داونستريم جي 2، بايب 2 بي 2 من جي 2 لجي 3، واعمل ايه دراج، يبقى في عندي المفروض هيبقى صف ده زياده، يبقى ما في عندي 41 ماسوره لو ما اقل من الجانكشنز بواحده. افترض ان الدايمتر عندي 1000 مللي، يبقى الدايمتر ده اليونتس بتاعته بالملي. اوكي، بس وديهم كلهم نفس الايه الدايمتر. انا كده الفايل ده اسمه سيف الريبورت سي اس في، هعمل له فايل سيف از يعني عشان بس يبقى اكسل فورمات عشان بس يبقى مفهوم. احطه مثلا فور اكزامبل على الديسكتوب مؤقتا واسميه واحطه فورمات اللي هو الاكسل عادي، اكسل ورك بوك اكس ال اس اكس، واسميه بغداد الحسنة سمبليفايد موديل مثلا، واقول له سيف. هبتدي بقى كده دلوقتي، خليه مفتوح مش مشكلة، مش لازم نقفله. minimize كل ده ونفتح الهامر VTI select series 2، اقول له create a new project، اول حاجة بعملها tools في ال options بتأكد ان اليونتس بتاعتي كلها بالمتر، كل حاجة عندي بالمتر. لو ما كانتش هقول له هنا اختار سيستم انترناشونال، اقول له reset default system international، واتأكد ان هنا اليونتس كلها متريك يعني. طيب بعدين دلوقتي عاوز اعمل build الموديل، ففي حاجة هنا اسمها الموديل builder، الايكون بتاعها موجود ده لو انت عامل اي build قريب من كده، بس يعني ممكن تمسح الحاجات القديمة وتقول له new حاجة new، وتختار اكسل الفورمات انا هنزله ده، جيب له الداتا عبارة عن اكسل 2007 اللي هي .xlsx، واعمل براوز على ديسكتوب، وفي عندي الفايل اهو بغداد الحسن سمبليفايد موديل. هيفتح لي هنا على طول الشيتس او الورك شيتس اللي موجوده عندك جوه. انا هشيل السيف ريبورت الاولانيه دي، وهم جانكشن والبايبس اللي انا محتاج اعملهم سينكرونايزيشن وابني بيهم الموديل. ممكن تعمل بريفيو وتشوف الانفورميشن مفهومه صح ولا لا. يبقى في عندك هنا الجانكشن J1 J2 لغايه J42، وكل واحدة فيها ال X وال Y مظبوطين. هو هي detected ال labels من فوق وبتاعت ال fields اللي عندك في ال Excel automatically يعني. وبالنسبة لل pipes نفس الكلام، ال pipe ال upstream وال downstream node. طيب نقول next ال coordinates ال unit at source data، هنقول انها بالمتر. create nodes if non found at pipe endpoint، ممكن تشيلها او تحطها بس خليها مش مشكلة دلوقتي. ان احنا هنبيلد الموديل ازاي، هنعمل هنرسم الجانكشنز الاول، وبعد كده هنقول كل بايب تتوصل من جانكشن كام لجانكشن كام، فهو المفروض محتاجش ان هو يعني يرسم جانكشنز من نفسه جديدة غير الجانكشنز اللي مديها له. خلي دول زي ما هما مش هتفرق معايا يعني، خليه بس اهم حاجة اوتوماتيكلي، بلاش يعمل برومت قبل ما يزود اي اوبجكت، خلي ده برضو زي ما هو مش فارق. نبتدي بقى في الفيلد مابينج. اول حاجه بعملها الجانكشنز، هقول ان الجانكشنز ده هو مش فاهم انها جانكشنز، هو بالنسبه له في شيت اسمه جانكشن، ايه الانفورميشن بتاعته دي، يحطها فين، فهقول له حطها في الاليمنت اللي اسمه جانكشن اللي جوه الموديل يعني. الكي فيلد اللي هو المفروض ما بيكررش هسميه اللي هو الليبل، الليبل اوتوماتيكلي هيتحط في الليبل بتاع الجانكشن.
وبعدين ال x هاخده في ال x وال y علشان يحتاج يرسم ال junction صح، هحطها في ال y. information عاوز احطها بقى جوه ال junction اللي هي ال elevation، خانة بتاعت ال elevation احطها في ال physical elevation وال unit بتاعتها بالمتر. طيب بعدين اخش على ال pipes وهقول له ان هي pipes ده الديفولت بتاعه، وبعدين هقول له label هو ده الكي فيلد، ال start node هي ال upstream node وال downstream node ال stop، وال diameter هقول له physical diameter وال unit بتاعته بالمليمتر، انا كاتبهم كلهم بالالف بالملي يعني. هقول له next do you want to build the model now، هقول له okay finish yes، وابتدي اهو 42 junction 41 pipe، قالك 42 junction created 41 pipe created، وبالتالي خلاص كده يعني مفيش اي messages مفيش اي errors، الدنيا كلها مظبوطة. okay synchronize الموديل اترسمت عندك اول junction اهي، لو عملت زوم اكستنس هتلاقي الخط كله عبارة عن straight line، يعني هو خد البروفايل وفرده مش اكتر من كده يعني. ولو حتى رحت في view في element symbology هنا ممكن تغير ده خليه جي اي اس ستايل، هتلاقي الجنكشنز كلها عندك موجودة بالعرض ورا بعض ابتداء من جي 1 وادي بايب 1 اب ستريم جي 1 جي 2 لغاية الاخر. انا ممكن دلوقتي ان انا اعمل رايت كليك واقول له كرييت بروفايل، اتاكد بس ان الدنيا مظبوطة، هقول له سيلكت اول بوينت اللي هي جي 1، وبعدين هقف سيلكت الداون ستريم الستوب نود اللي هي عند جي 42 واقول له اوكي ده بروفايل 1، شيل الهيدروليك جريد لاين احنا لسه ما عملناش اي رانز عشان بس يبقى مظبوط، ده كده مظبوط كده اخدنا نفس البروفايل كله لغايه الاخر في الهامر، والحته العاليه اللي فوق اللي احنا زودنا فيها الجنكشنز كلها هي باينه اهي. طبعا احنا واضح ان احنا طبعا يعني السيستم ده مقسوم حتتين، فبالتالي لما اعمل زوم ان في الحته اللي فوق ديت عند جانكشن محتاج ان انا اوقف الموديل عند جانكشن جي 33، وبعد كده امسح الحته دي اخدها في موديل جديد، فممكن اخد الفايل ده اعمل منه سيف از حته الجرافيتي من جي 33 لغايه الاخر لغايه جي 41، والحته الاولانيه ديت كلها لغايه جي 33 ده في موديل الاولاني. اوكي طيب كده انا كده عملت بيلدنج الموديل باول طريقه اللي هي الطريقه المبسطه، فممكن اعمل سيف للفايل ده وافتح على الديسكتوب نيو فولدر واسميه الحسنة بغداد الحسنة، simplified model. ناخد الاسم ده كده كوبي ومن جوه نفس اسم الفايل اخد الحذف في الفايل موديل ده كده الفول بروفايل، وبعد كده بقى ايه اختصره بعد كده اقطع منه الحته الجرافيتي مره واعمل سيف از، وبعد كده اقطع الحته اللي هي اللي شغاله باي بامبس الاول. طب الطريقه الثانيه بقى ان انا اتخرج الكلام ده ان انا اعمل جنريشن لبوينتس كوجو بوينتس على الالاينمنت نفسه واعمل اكسبورت للبوينتس دي بعد كده. طب الكلام ده اعمله ازاي؟ هاجي هنا في الهوم في حاجه اسمها بوينت، اوكي هقول له بوينت كرييشن تولز، الاول اظبط شويه سيتنجز البوينت ديت، هقول له بالنسبه للبوينت كرييشن نظبط بس ان البرومبت فور اليفيشن دي خليها هنا اوتوماتيك، البوينت نيمز يبقى اوتوماتيك تسمى اوتوماتيك بدل ما كل نقطه يجي يعملها يقول لك اسميها ايه، الديسكريبشن هسميها اوتوماتيك من الاوبجكت علشان يجيب الديسكريبشن بتاع البوينتس من الاوبجكت بحيث نبقى عارفين الستيشن بتاع الايه الاوبجكت دي فين. طيب دي اول حاجه بس محتاج ان انا اظبط الحاجات دي، بعدين ابتدي بقى ايه اتاكد انها مظبوطه، بعد كده اعمل بقى كرييشن للبوينتس. ازاي بقى؟ هقوم جاي هنا قايل بوينتس كرييت بوينتس من الاينمنت، اول حاجه هقول ات الاينمنت جيومتري. ات الاينمنت جيومتري معناها ايه؟ معناها انه هيجي على الاينمنت اللي انا هختاره ده، لما تيجي تمسك اي الاينمنت هتلاقي انه عباره عن في بي اي بوينتس اوف انترسكشن بتوين تو تانجنتس اللي هي نقط المثلثات دي اللي عندها كسره، في كسره في الالاينمنت، وبعد كده في عندك ستريتشز تبقى ستريت. طيب فانا عاوز ارسم الشكل البروفايل ده في الالاينمنت مظبوط او شكل الالاينمنت ارسمه هناك في الموديل مظبوط، فمحتاج ان انا احط جانكشن عند كل كسره من دول علشان اقدر ان انا ارسمه هناك في الهامر صح. فاول حاجه اعملها عاوز اطلع بوينتس على عند الكسرات اللي في الالاينمنت جيومتري، والبوينتس دي الاليفيشن بتاعها ياخدوا من الاليفيشن بتاع البروفايل اللي اسمه البايب لاين الازرق ده، مش من السيرفيس او مش من خط الارض الاحمر. فدي اول حاجه هعملها،
ان انا محتاج ان انا اقول له point واقول له point create points alignment، اقول له at alignment geometry، وبعدين هيقول لك هنا select alignment. هم جاي ممكن نطفي دي عشان نصغر الويندو شوية، نزل دي تحت شوية، اقول له هنا select alignment، نختار alignment، هيقول لي select a profile، هختار ياخد elevations من بغداد الحسنة pipeline اللي انا لسه رسمه من شوية. طبعا انا كنت رسم واحد ومسحته، فممكن تقول select from drawing وتخش على البروفايل فيو وتختار الخط اللي انت كنت رسمه قبل كده. هيقول لك على طول ده اسمه بغداد الحسنة بايبلاين، هجيب الاليفيشنز منه، ستارتنج ستيشن من ستيشن 0 والسبيس بار، اندنج ستيشن لغايه اخر الخط برضو. اوكي كده خلص، اقوم الاسكيب، ابص على البلان هلاقي ان هو اوريدي راح رسم البوينتس عند كل فيرتكس، يعني هتلاقي تمسك الالاينمنت تلاقي عند كل مثلث من دول اوريدي اوتوماتيكلي حط هو كوجو بوينت. تيجي تاخد البوينت دي تعمل دبل كليك عليها، تفتح البروبرتيز بتاعتها، هتلاقي البروبرتيز، ممكن تقول ام او احسن، تجيب الفول بروبرتيز، تنزل هتلاقي ان البوينت ديت هتلاقي على طول ليها فول ديسكريبشن، تمام، يختلف من نقطة للتانية. لما نيجي نمسك النقطة دي هتلاقي الديسكريبشن بتاع النقطة دي اسمها بغداد الحسنة عند ستيشن 3347.62، كده ده الديسكريبشن بتاعها. وبعدين لو نزلت تحت خالص هتلاقي الجيومتري هي دي اهم حاجه، الايسنج والنورثنج، الاكس والواي والبوينت اليفيشن موجودين عند النقطه دي. طبعا الاليفيشن خدوا، هو طبعا الاكس والواي خدوا من الشكل بتاع الالاينمنت، عند كل فيرتكس بيحط نقطه، والاليفيشن بياخده من البروفايل. طيب هل ده كافي؟ لا مش كافي لسه، ان انا لسه محتاج ان انا احط كمان جانكشنز عند النقط الكسرات اللي في البروفايل، الكسرات اللي في البروفايل يعني الكسرات اللي فيها جريد بريك علشان ان انا اطلع البروفايل ده مظبوط. طيب فاعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له برضو create points تاني alignment، بس هقول له add profile geometry points، عند geometry points add profile حط points في alignment. هقول له select alignment، هنختار alignment دوت برضو، هقول له select profile، هقول له select from drawing، هقوم جاي هنا نختار ال profile واقول له okay، وبعدين start station 0 end station 22000 برضو، بس خلاص كده هو خلص اوتوماتيكلي. يبقى في عندي بوينتس اضافيه اتحطت وسط ما بين كل تو فيرتسيز عند الجانكشنز. يعني مثلا فور اكزامبل الحته دي اللي هي ريتش اللي هي من اول المثلث ده من بي اي ديت لغايه البي اي اللي هنا، لو جيت عملت زوم ان هتلاقي في بوينتس انترميديت بوينتس اتحطت جديده اللي هي البوينتس دي. طبعا هو خد الاليفيشن بتاعها من البروفايل، فهو حتى في الديسكريبشن هيكتب لك ان دي اتحطت عند لي بي في اي عند ستيشن 1463، ودي في في اي يعني محطوطه بسبب بروفايل فيرتيكال انترسكشن، يعني عشان في البروفايل بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن عند البروفايل مش الالاينمنت يعني. طيب انا كده خلاص خلصت الكرييشن للبوينتس بتاعتي، عاوز اكسبورت البوينتس دي بقى عشان احطها هناك في الاكسل. فهاجي يوم جاي مختار اي بوينت فيهم واعمل رايت كليك واقول له سيلكت سيميلر، انا كده اخترت كل البوينتس، عاوز بقى اطلع الكلام ده اكسبورت البوينتس دي في الاكسل. فكل بوينت ليها نمبر، هو ده النمبر الاساسي اللي هنشتغل عليه واحنا بنسمي البوينتس. في الاكسل شيت اللي كان مفتوح قبل كده، واخش هنا على الريبورت في التول بوكس برضو، في الريبورتس في حاجه هنا مجموعه اسمها بوينتس، في حاجه اسمها ستيشن اوفست تو بوينتس، دي مهمه جدا ان انا اطلع كل بوينت من دول الستيشن بتاعها كام على الالاينمنت اللي هي قاعد عليه. فهم عامل دبل كليك على ستيشن اوف تو بوينتس، شوف الريبورت دوت هيعمل ايه، هيقول لك كل البوينتس اللي عندك موجوده في الموديل هي البوينتس دي، كل البوينتس ليها اسامي، ليها ارقام، ليها ايستنج ونورثنج، ليها اليفيشن، ليها نيم، ليها بوينت ديسكريبشن، ليها فول ديسكريبشن، رو ديسكريبشن، كل ده موجود. هقول له الالاينمنت اللي انا عاوز اخد عليه، مفيش غيره اللي هو بغداد الحسنه، اطلع منه الستيشنز وهقول له سيف از، الكلام ده احطه على الديسك توب وخليه في فورمات اللي هو اكسل، سماه هو سيف ريبورت، فانا هسميه خليه سيف ريبورت مش مشكله، اقول له سيف، اقول له كرييت ريبورت، طلع الريبورت خلاص، في البوينت نمبر وفي الستيشن بتاعها على الالاينمنت، اوفست قد ايه من سنتر لاين الالاينمنت، والاليفيشن بتاع البوينت، وده الديسكريبشن بتاعها. طيب بعدين بقى محتاج ايه لسه ناقص عشان اروح بالهام في الهامر؟ محتاج ان انا اطلع كمان الايسنج والنورثنج، الاكس والواي بتاع البوينتس. فاجيب الكلام ده منين؟ اسهل حاجه اقفل كده
وبعدين اختار البوينتس تاني كلها. انا جاي هنا اختار اي واحدة فيهم واقول له select similar، وبعدين هقول له edit list points، هيديني جدول كده في كل البوينتس. هم جاي مختارهم كلهم، اختار اول واحدة وانزل تحت، نازل واعمل سكرول ودوس شيفت واختار اخر واحدة ورايت كليك واقول له كوبي تو كليب بورد، واروح هنا على الشيت دوت وجاي هنا في الجنب كده واعمل بيست هنا مثلا كده، فينزل عندك هنا البوينت نمبر اللي هو الجدول زي ما هو، النمبر والايسنج والنورثنج والكلام ده كله. طبعا عشان امرج التيبل ده مع التيبل اللي هو الاوريدي اللي موجود محتاج ان انا ارتبهم صح، يعني هنا في بوينت 302 هنا 302 اوكي، لكن بعد 366 دي مش نفس البوينت دي اللي هي 303، محتاج ان انا ارتبهم. فاول حاجه هعمل سورت شيفت اند كده، هقول له سورت اند فلتر سمولست تو لارجست، ارتبهم ايه تصاعد يعني اسندنج اوردر، هيبقى كده 302 300 اوريدي. هو النمبر ده بيبقى مترتب، لو مش مترتب ممكن ترتبه هو كمان، تقول له سورت برضو سمولست تو لارجست، اتاكد ان هو مترتب. اكسباند سيلكشن دي اهم حاجه عشان يسورت الكولوم ده معاه كمان الايستنج والنورثنج. يعني مبدئيا في حاجات متكرره، يعني البوينت اليفيشن دي خانه متكرره، انا عاوز بس الايستنج والنورثنج ده بس اللي انا محتاجه. فكل اللي انا هعمله هقوم ماسح بقى خلاص البوينت نيم، انا مش محتاج البوينت نيم دلوقتي. الايستنج والنورثنج ده خلاص بقى نفس الايستنج والنورثنج بتاع البوينت ديت. ال point elevation اهو اوكي. في عندك ال name بقى وال description، ده كل اللي ممكن محتاجه. طبعا description غير ال full description، المفروض يعني هما زي بعض، ففي هنا تكرار اوكي. فممكن اشيل دي كده الخانات دي كلها خلاص، delete كل الخانات دي مش محتاجها. يبقى في عندي هنا description وال name بتاع ال point برضه ملوش لازمة، اسم النقطة. في عندي الايسنج والنورثنج والاليفيشن، كل اللي هزوده بقى عليهم هو الستيشن اللي هي الارقام دي. طيب بس ايه بقى مشكلة الارقام دي؟ مشكلة الارقام دي يعني اعمل هنا كده انسيرت خانة بعدهم كمان شوية، وعاوز ادخل هنا ستيشن بالمتر. مشكلة الأرقام دي إن هي تكست، يعني لو جيت بصيت حاولت تطرح التو كولمز دول من بعض مش هتعرف عشان دول تكست. طب نعمل بقى الكلام ده ازاي؟ نمسح دول الستيشنز ديت، هحولها ازاي لنمبرز؟ هقوم جاي مختارهم كلهم كده، وبعدين أعمل كنترول اف كنترول اف وأقول له ريبليس أي بلس، أي علامة بلس بما فيش، وأقول له ريبليس أول ريبليس اول على طول، هيقوم جاي شايل كل البلاسز اللي في النص، فبقت الارقام عندك دي خلاص بقت نمبرز. اتفهمت دلوقتي انها بقت نمبرز يعني. طيب بعدين بعد كده همرج بقى التو تيبلز دول مع بعض، هقول له كنترول سي واعمل رايت كليك هنا واقول له بيست سبيشال واقول له دول فاليوز بس مش اكتر، فبقت هنا بقت نمبرز خلاص زي اي حاجه. طيب ده البوينت نمبر اللي هو رقم النقطه، ده مش مهم بالنسبه لي خلاص كده، انا مش محتاج حاجه تاني من الكل ده، ممكن امسحه ديليت الكلام ده كله. هنا بقى احتاج ان انا دلوقتي ارتب بقى البوينتس ديت باسيندنج اوردر بترتيب الستيشن، على اساس ان لما اجي عند كل بوينت من دول احط جانكشن، فعاوز يبقى مترتبين بترتيب الستيشن. فهقوم واخد الكولم ده لغايه تحت واقول له سورت اند فلتر سمولست تو لارجست اكسباند سيلكشن. هتلاقي بقى هنا في حاجه هتكتشفها ان في حاجات مكرره، ده وارد جدا ان يعني انت اكيد في عندك بوينت في اول البروفايل اتعملت مرتين، مره عند الالاينمنت جيومتري ومره عند البروفايل جيومتري بوينت، ان بدايه البروفايل دي مكرره، واكيد في نقط كتير في النص هيتصادف انها تتكرر. يعني انت حطيت جانكشن او جريت بريك في البروفايل في نفس مكان بند عندك، او عندك بي اي بوينت اوف تانجنت انترسكشن في البلان. فعشان نشيل بقى الدوبليكيشن ده عشان ما تتحطش الكلام ده مرتين، فمحتاج ان انا هحط هنا خانه، اعمل خانه جديده تمام، هقول فيها ايكوال، هطرح التو ستيشن اي بوينت الستيشن بتاعها من الستيشن اللي قبلها اوكي. طيب وهعمل دراج للكلام ده لغايه تحت، لغايه تحت خالص يعني كده مثلا كان اعملها هنا احسن insert، واطرح التو ستيشنز دول من بعض. هم جاي هنا مثلا دي بوينت دي، هقوم طرح الستيشن اللي بعدها ناقص الستيشن بتاعتها انتر، هقوم جاي اعمل دراج كده جبت كل الارقام بقى اللي فيها زيرو، هي دي الارقام اللي فيها
ال points المكررة، مع طبعا اخر رقم اللي هو فرق كبير قوي ده انه مش مكرر يعني. طيب فهنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هاجي يقوم جاي عامل الجدول ده كله sorting from smallest to largest based على الطرح ده. طبعا لو جيت عملت sorting ده لقيت الارقام كلها اتغيرت بسبب ان دي فورمولا. اوكي طيب فهعمل كنترول زد اندو الكلام ده، هقوم جاي واخد الفورمولا الارقام دي شيفت اند لغايه تحت كوبي، وبعدين اجي ومنزلها تاني رايت كليك بيست سبيشال ونزلها تاني از values بس مش اكتر، وبعدين هقوم عامل sorting based عليها expand the selection. في عندك شوية مجموعة من الزيروز، اوكي ممكن المجموعة اللي بالزيروز دي كلها تمسحها، تمسح كل اللاينز دي او اتليست مؤقتا تلونها بالاصفر، وبعدين تعمل sorting تاني based على الستيشن. هقوم واخد كل ال ده كده هقوم اعمل sort and filter smallest to largest expand the selection. بان بقى عندك على طول ان في عندك هنا 0 0، واحدة متلونة بالاصفر والتانية لأ. اوكي فدي حاجات مكررة يعني، الاصفر دي لو مسحتها هي فعلا مكررة بعدها على طول، فممكن يبقى كده صح، يبقى انا السلكشن بتاعي مظبوط بالطريقه اللي كنت لسه عاملها. فاعمل كنترول زد اوكي وامسح بقى الايه الحاجات اللي زادت اللي هي الاصفر ديت، اعمل رايت كليك واقول له ديليت اوكي، وبعد كده ارجع تاني اعمل سورت بيزد على الستيشنز شيفت اند لغايه تحت اوكي، واقول له سورت اند فلتر فروم سمولست تو لارجست اكسباند ذا سلكشن، وناخد العناوين دي نحطها فوق اللي هي الستيشنز والايسينج والنورثينج والديسكريبشن، نرجعها تاني فوق. طبعا اتس كومبليكيتد، طبعا اللي بيتعمل بيحصل ده مش سهل، فاعمل ديليت الكلام ده خلاص كده. يبقى انا عندي الخانات كده جاهزه في الاكسل، الستيشن الايسينج والنورثينج والبوينت اليفيشن بتاعها كام والديسكريبشن. طيب هبتدي بقى دلوقتي ابيلد بقى الموديل زي ما كنا عملنا قبل كده، ان انا هفتح بقى اكسل شيت في سبريد شيت تاني واسميه هنا جانكشنز، وافتح واحد تاني واسميه بايبس. طيب لكل جانكشن من دول هديها ليبل تمام، وهديها اكس بالمتر، اكس اللي هو الايستنج، واي بالمتر اللي هو النورثنج، وهديها اليفيشن بالمتر، وهديها ديسكريبشن description برضه عشان ابقى عارف الجانكشن ديت موجوده فين على البروفايل. طيب فهم جاي هنا على السيف ريبورت، هم جاي واخد الستيشنز ديت مبقاش ليها لازمه، ملهاش لازمه خالص دلوقتي، هاخد بس الايستنج والنورثنج والاليفيشن والديسكريبشن على طول الاربع خانات دول شيفت اند تحت اخدهم كوبي واروح على الجانكشنز، واقوم جاي هنا وعامل بيست سبيشال واقول له values فقط هينزل على طول. طب المشكله طبعا ان الفاليوز دي مش هتتقري في الهامر بسبب ان انت عندك elevation هنا مكتوب فيه text string اللي هو الام اللي هي بمتر دي، فبرضه دي مش text، الكلام ده كله مش text، دي مش دي text سوري، مش ارقام. طيب فمحتاج ان انا اعمل هنا control F اختار الثلاث خانات دول عند لغايه تحت واقول له control F وريبليس اي حاجه فيها ام بحاجه مفيش، واقول له ريبليس اول، كده اتحولت كلها اوتوماتيكلي الى ارقام، خلاص بقت ارقام حتى بقت ايه justified to write يعني. بعدين اديهم ليبل بقى، اسمي كل جانكشن G1 وجانكشن دي اسميها J2 واختار دول دبل كليك كده، ما في عندي 69 جانكشن. بعدين ابتدي اعمل البايبس بنفس الطريقه اللي عملتها قبل كده، هم واخد الليبل دوت اللي هو ده بتاع الجانكشنز كوبي واحطه هنا كنترول V، ده اللي هو الابستريم نود وده الداونستريم نود وده الليبل بتاع البايب ده الديامتر. بعدين هم واخد من J2 لغاية الآخر، وبعدين هم حاطط هنا على الداونستريم نود والليبل بتاع البايب هسميه بايب 1 برضو بايب 2 لغاية الآخر، والديامتر هو 1000 ملي لغاية الآخر. هيبقى في عندي هنا صف زيادة جاي مسحه كده، بقى عندي الإكسل شيت جاهز إن أنا أدخله على الهامر. طيب هقوم أعمل سيف، هو هسماه سيف الريبورت دوت إكس إل إس، هقوم جاي فاتح الهامر create new project
مش لازم ان احنا نعمل تشيك لليونتس تاني، خلاص ان اوريدي عملتها مرة. نمسح ده، نقول له نيو، وبعدين اقول له اكسل شيت 2097 سوري، ده اللي بيخرج فورمات قديم شوية على الديسك توب. هتلاقي سيفر ريبورت وذ اكس ال اس، هقول له شيل السيفر ريبورت، ادي الجانكشن شو بريفيو، هتلاقي عارف الليبل والاكس والواي ليسينج والنورثنج، وعارف الاليفيشن بالارقام، مفيش اي مشاكل، والديسكريبشن كمان محطوط. طيب والبايبس نفس الكلام، البريفيو بتاعها مظبوط. نكست هقول له دي بالميترز، بعدين ابتدي اعمل المابينج الجانكشنز. هقوم جاي هنا عارف زي ما عملت المرة اللي فاتت بالظبط، هو بس الليبل هيبقى هو ده الكي فيلد، الاكس اكس برضو والواي واي. بالنسبة للمابينج بقى الاليفيشن احطه فيزيكال في الاليفيشن بالميتر، الديسكريبشن انا احطه بقى في النوتس، عشان لو بعد كده اي جانكشن حبيت ان اعرف هي كانت موجودة فين من الديسكريبشن، هو بيقول لك الديسكريبشن ده على طول يقول لك بتاع النقطة، اي جانكشن 1 دي كانت موجودة في البروفايل اسمه بغداد الحسنة بايب لاين عند ستيشن 0، عند ستيشن 41.07، ستيشن 250.43، تقدر تحطها بسهولة على السيرفر 3 دي تاني، ترجع تحط في البلان مكان البروتكشن اللي انت كنت عاوز تحطه يعني. بعدين في البايبس هنقول تيبل بايب، اوكي كي فيلد ليبل ستارت اب ستريم نود، والستوب هو داون ستريم نود، الدايمتر هقول له هنا فيزيكال حطه في الدايمتر كده، انا جاهز اقول له نكست، بيلد الموديل، فينيش، يس. 69 جانكشن طبعا هو المفروض مش 69 بايب، في one row ignored due to missing key field label. طبعا احنا كنا مزودين فعلا، هو عمل 69 بايب created، اوكي one row it was ignored، ده صح كده، كده ده مظبوط، واقفل واقول له yes. نيجي نعمل build الموديل، اقول له zoom extends، ترى صار عندي بالظبط نفس الشكل ده، هو نفس الشكل اللي موجود عندي هنا في ال Civil 3D لل Alignment، هو بالظبط نفس الشكل، نفس الشكل بالظبط، بس ال Junctions اللي اتحطت بقى هنا على الخط ده محطوطة عند نقطتين، عند مكانين، عند كل تغير في شكل ال Alignment في البلين عند كل كسرة، ومحطوطة عند كل تغير لل Elevation بتاعته في البروفايل. فكده أنا قدرت إن أنا أخد الجيومتري بتاعت ال Alignment بتاعتي بالظبط وأحطها على الهامر. طيب طبعا الايسينج والنورثنج مظبوطين، يعني اكس والواي هم عندك الارقام بالمتر مظبوطه، بحيث لو حبيت تحط اي بروتكشن تقدر تحطه، حبيت تحط باك جراوند لاير في الهامر، اي صوره اي حاجه بعد كده تبقى جيو ريفرنس مكانها مظبوط، فيش اي مشكله. لما نيجي نبص على الجانكشنز اللي اترسمت، يعني ممكن نحطهم جي اي اس ستايل، تلاقي جانكشن زي دي جي 1 جي 2 ودي بايب بايب 1 جي 2 جي 3 جي 4 جي 5 6 مترتبين ماشين تسلسل بتسلسل الستيشنز، تمام. كل جانكشن من دول لما تيجي تعمل دبل كليك عليها هيدي لك البروبرتيز بتاعتها. بص على البروبرتيز هتلاقي في حاجه اسمها نوتس، النوتس دي يقول لك بغداد الحسنه النقطه دي عند ستيشن 252.43، فلو احتجت تحط فيها اير فالف اي حاجه تقدر بسهوله تعرف مكانه من الديسكريبشن دوت على السيرفر 3 دي على طول، بدل ما تكون تقعد تقيسه بالبروفايل. طيب بعدين كده خلاص كده الاليفيشن محطوط، ممكن نعمل كرييت بروفايل نتفرج عليه، اقول له ستارت نود سيلكت من اول جي 1، واقول له اند نود select end node للبروفايل، طلع مرة او كده ليه؟ select ال end node اللي هي دي اللي هي J69، اقول له اوكي سميه بروفايل 1، شيل منه الهيدروليك جريد. طبعا في جانكشنز اكتر بكتير من البروفايل التاني، هو نفس الجيومتري بتاع التاني بالظبط، بس في جانكشنز كتير في النص نتيجه عند البانز اللي في البلان، واعلى نقطه اللي هي النقطه اللي فوق ديت لما نيجي نبص لها هتلاقيها عند جانكشن 58، فممكن بعد كده من 58 للاخر ده نمسحه واحطه في موديل تاني
علشان موديل الحتة الباي جرافيتي. كده احنا جاهزين، انت بقى تبتدي بقى تكمل بقى الموديل، تحط بقى الانيشال باوندري كونديشنز، تحط هنا البامب ستيشن، تحط هنا الريجليتنج تانكس، تحط هنا الريسيرفوارز، تحط بقى المحابس، وخلاص على كده.